نحن اليوم حددنا تحرك مع كذا مجموعة من السيدات نسويات والمجموعات الثورية، وأكثر شيء مع مدام حياة مرشاد من جمعية فيميل. نحن اليوم مدعينا على التحرك بمناسبة عيد الأم لنضوي على ظلم قوانين الأحوال الشخصية يلي عم بتعاني منها النساء والأمهات بلبنان، من حرمانهم من حق إعطاء الجنسية لحرمانهم من حضانة أولادهم. وكمان في قسم تركيز على تحرك كرمال قضية ليليان شعيتو. ليليان شعيتو هي الشهيدة الحية اللي بقيت من تفجير بيروت. ليليان بعد الانفجار بقيت 25 يوم بكوما، وعيت لقيت أهل جوزها اخدين الطفل ومنعوها تشوفه. بعد لهلا ليليان بالاوبيتال، بعد لهلا ليليان فيديو ما فيها تشوفه لابنها، مع انه الحكمه وكل التقارير الطبيه بتبين انه هيدا الشيء بيساعد على علاجها، بس الاهل رافضين، اهل الجوز زوج رافضين هيدا الموضوع. والمحكمه الجعفريه حتى يعني ما عم بتساعد ابدا، يعني هلا المحكمه الجعفريه هي الوصيه على ليليان، واهالي اهل زوجها لليليان غير انه منعينها عن حضانه ابنها، منعينها هلا انها تسافر تكمل علاجها برا، يعني هن حاجزينها على باسبورها وليليان ما قدرت تكمل علاجها.